الأول أقول لكم إنه المشرف على مشروع الإسكان في مدينة العالمين شاب مبهر. أنا كنت متخيل إنه هقابل المهندس محمد عبد الناصر، راجل قدي أكبر، لقيت شاب أكتر من رائع، أكبر من ولادي حبتين بس مخه كبير ثلاث حبات. إزاي الصح؟ أهلا بيك. عامل إيه؟ الحمد لله. إيه الأخبار؟ نورتنا والله. أنت كم سنة بقى؟ أنا 31 سنة. ما شاء الله ما شاء الله. وأنت المشرف على مشروع الإسكان. مظبوط. عندنا في المدينة. آه مظبوط. من مدينة العالمية. مظبوط كده. لو النبي. آه حقيقي. دي حاجة تشرف وتفرح. احكي لي بقى على مشروع الإسكان. ليه؟ الهبد كتير يا هندسة. الهبد قال يعني أنا وأنا واقف كده مثلا أنا وأنت حتى المشاهد هيقدر يفهمني دغري كده أنا شايف الأبراج. حلو. أدي برج واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة وما إلى ذلك. الهبد قال لك العالمين ما فيهاش غير أبراج. والهبد قال لك دي مدينة بتاعت الأغنية. والهبد قال لك ده ما فيش لا مشروع ولا حاجة ولا فنكوش. فقلنا لا إحنا نسيب الهبد ده. في الفنكوش اللي عايز يشوف بجد يشوف الأرض ينزل على الواقع يشوف بعينه. إحنا دلوقتي العالمين الجديدة بقت مدينة متكاملة. حلو. يعني احنا لسه في المرحلة الأولى ليها واحنا وصلنا للإنجازة. لكن تتخيل ان انا عندي 1000 وحدة موجودة تقريبا ساكنة في الإسكان المميز الاجتماعي. 1000 وحدة سكنة؟ 1000 وحدة تقريبا ساكنة. يعني 1000 بيت ب1000 أسرة. بالظبط كده. عندي جامعة جامعة وأكاديمية فيهم حوالي 10,000 طالب. يعني انا عندي السنة كاملة انت عارف طبعا الجامعات الأهلية جامعة العالمين الأهلية والأكاديمية البحرية. وعندي الأكاديمية. بالظبط كده. دول شغالين معايا 3 ترم. فأنا عندي تقريبا السنة كلها موجودة عندي في سكان. السنة كاملة. هنقول الطلبة بيجوا يأجروا اللي هو موسم الدراسة. بالظبط كده. ويمكن يكون بعضهم ناوي انه يشتري او اشترى بالفعل لعلها تكون شقة جوازه في يوم من الايام. مظبوط فعلا. ده حاجات موجودة حقيقية. حضرتك بتقوله ده موجود حقيقي. حلو جدا. طيب نمط الاسكان والبنى اللي هنا، يعني انا شايف قدامي اسكان زي اللي انا بشوفه عندنا في 6 اكتوبر بما ان احنا جيران. الشيخ زايد، التجمع الخامس الى اخره. وشايف قدامي كمان من الناحيه الثانيه ورا في عمارات ثانيه وطرازات معماريه مختلفه، وعلى ما يبدو انها لاكثر من شريحه اقتصاديه او شريحه ده اجتماعيه. حضرتك كده خدت بالك من حاجه. احنا دلوقتي في العالمين الجديده. العالمين الجديده تصنفت ان هي مدينه متكامله. ليه؟ لان انا عرفت اجيب كل شريحه المجتمع كلها. يعني انا بدات اول بذره ليا ونواه وقلب العالمين كان الاسكان الاجتماعي المميز. ده كان اول حاجه عندي لان هي دي الفئه اللي هتعمر المكان. دي الفئه اللي بتيجي في الاول بتعمر المكان معايا، من اول طلبه للاسر للعمال للمهندسين اللي شغالين معايا. طبعا دول عايزين خدمات معاهم، واكيد انا عايز اسكن الناس دي 365 يوم. مش عايز حد يجي لي مصيف. انا مش مصيف. هو ده اهم حاجه بالنسبه لي ان انا ما بقاش مصيف. مش مصيف. بالظبط كده. انا مدينه. بالظبط كده. ده يعتبر تارجت عندي ان انا ابقى مدينه كامله. حلو. فانا بدات ان انا بالفئه بتاعتي اللي انا عارف ان هي كويس قوي هتقعد تعمر المكان وعايزه تسكن تستقر، فبدات احقق له المعادله دي في انواع الاسكان من اول الاجتماعي لغايه الاسكان المتوسط للفاخر طبعا للابراج عندي. يعني عندي اجتماعي اقتصادي متوسط فوق المتوسط. لو متوسط مميز اظن. بالظبط كده. حاجه تحت الفاخر وفوق المتوسط كده. يعني حلوه تحت الفاخر وفوق المتوسط يعني. كويس برضه لان احنا دلوقتي بنستهدف كل الفئات. انا عايز كل الفئات تجي لي. انا مش عايز فئه معينه ما تلاقيش ليها مكان. لا انا عايز كل الناس تجي لي. حلو قوي. والحاجات دي هتطرح امام الناس بطبيعه الحال. برضو اللي عاوز يكيش ياخد خصمه، اللي عاوز يقسط هيقدر يقسط الى اخره. حصل فعلا. يعني الابراج دي ليها فوق الفاخر. بالظبط. انا عندي اللاتيني برضو في الفاخر في الله. فانا عندي برضو هنا في تدريجه حلوه. فانا لسه في عندي الفاخر ده. الفاخر ده دايما الفاخر ده اللي هو جنب الابراج. عمارات صغيره شويه اللي هو الحي اللاتيني. بالظبط. في حي اللاتيني في كومباوند مزارين برضو. يعني عندي لا في تشكيله كويسه قوي. يعني احنا عندنا تشكيله زي ما قلت لحضرتك في الاول ان احنا استهدفنا الناس كلها. ما استهدفتش فئه بعينها. لا انا استهدفت كل الفئات. كل الفئات هتلاقي مكان ليها موجود بكل اللي هي بتحبه. طيب يعني انا مش عارف عندك خلفيه عن متوسط الاسعار؟ اقول مثلا تبدا من كذا. طب لو خليني في المشروع اللي احنا موجودين فيه. خلينا في السكن الاجتماعي المميز. كان السعر بتاعه متوسط 5000 المتر. ده زي ما قلت لحضرتك ال 1000 5000 جنيه المتر. دي كانت في 2020. 2020 من سنتين. 5000 المتر في الشقق دي. لا في الاسكان المميز. المميز بالظبط. اجتماعي مميز. اجتماعي مميز. بالظبط. ماشي كده. اوكي. هنا بقى احنا الطرح كان حوالي في سعر المتر 7900. الحلاوه دي 7900. ده حقيقي. طيب معلش عشان برضه انت عارف بتوع الاقتصاد بيبقوا في دقه بتوع الهندسه. هو البيوت دي متشطبه ولا محاره؟ على المفتاح. على المفتاح. سبعه. بوديع صيانه بشركه صيانه. ده 2020 برضه؟ لا لا ده لسه الطرح الاخير في شهر 6. لسه ده احنا بنتكلم هنا قريب قوي. ما لحقناهاش دي.
وفي بالقسط ها؟ اه ده كان بيت وطن، ده كان بيت وطن بالظبط كده. فقريب ان شاء الله الطرح قريب قوي من ده ان شاء الله. يا صاحبي المخرج ملحقناش 7 ميه بالتقسيط نكمل. تمام. فانا بعتبر ان المشروع ده فعلا قيمه فعلا مقابل يعني مقابل السعر بتاعته السعر بتاعته ممتازه فعلا، يعني جوده مقابل سعر فوق ممتاز. بالمناسبه مش احنا قلنا 7000؟ هيقول لك دي في قلب الصحراء. انا بيني وبين الطريق مش هي يعني عشان اوصل على الطريق الرئيسي هاخد سكه، السكه دي بالعربيه انا اقدر اقول بالعربيه 2-3 دقايق بالعربيه. مظبوط فعلا. 17 دقايق تمشيه ده كنت اخدها على رجلي. ده حقيقي. انا الطريق يعني انا مش في جنبي هنا ولا حاجه. لا الطريق الرئيسي اهو جنبي على طول. أهو. اكس رئيسي مع على طول مع انا شايفه قدامي بالظبط. اكس رئيسي على الطريق الساحلي بتاعنا. فاحنا بنتكلم ان احنا في القلب بتاع المدينه. طيب كمل لي بقى. وبعدين قلت لي بقى ده اللي احنا فيه ده بسبعه لسه يا دوب. بالظبط كده. 1000 وشويه كانوا شقه ولا لا؟ لا السبعه دي اللي هي 4000 وحده. ولا 4000 وحده؟ 4000 وحده بالظبط كده. اي انا عندي دلوقتي كمان خلاص احنا تقريبا هنا في الزون اللي هنا دي 95% تقريبا. يعني انا وصلت 95% نسبه انجاز اعمال. انا اقدر خلاص اسكن اصلا لو عايز اسكن هسكن. يعني لو انا جيت قلت يا جماعه الحق بص على العلمين الجديده ولو عاوز تحجز احجز ايه والاسعار لسه شغاله في المعقول. ده حقيقي ده حقيقي. احنا دلوقتي انا يعني انا زي ما قلت لحضرتك ان هي قيمه قدام الفلوس بتاعتها اللي هتدفع فيها. لا دي ممتازه وفرصه حقيقيه يعني اي حد يتمناها. انا متاكد ان لو في انا عشان انا معايا ومعايش الناس والاستفسارات كلها بتجيلي فانا شايف قد ايه الناس متلهفه ومستنيه الطرح ده بفارغ الصبر. الناس فعلا مستنيه الطرح الجديد بتاع سكن مصر جوه مصر هنا يطرح بفارغ الصبر. كميه استفسارات بتجيلي على البرامج على الابلكيشن بالتليفون بالناس اللي يعني عايز اقول لك المهندسين والعماله والمشرفين والناس اللي معانا نفسها تاخد في المكان اللي هي تعبت فيه واشتغلت فيه. هم منتظرين المكان هنا متكامل. يعني انا النهارده مثلا اقول ايه طيب خلاص انا حجزت وهستلم وما الى ذلك. مزلوط. اجي مثلا بعد سنه سنتين طبعا انا عديت المرحله دي انا عيالي بقوا طولي. لكن افترضنا فلان انت متجوز ولا لا؟ متجوز. طيب ما شاء الله خلاص برضه انت عديت القصه. فلان عاوز يتجوز فيجي يقول لك ايه طيب انا والله عايز لما انا لقيت فرصه عمل هناك هشتغل مثلا في الجامعه ولا في مستشفى ولا في مصنع ولا في شركه. مظبوط. يجيب اهله يجي يعني هيجيب مراته يقعدوا يجي في وقت من الاوقات يخلف هنا ويدخل عيال مدارس هيجي عايز ايه بالظبط كده. صح جاي حضرتك حطيت ايدك على الحاجه اللي تخلي المكان ده فعلا عايش في ناس والناس مستقره. الخدمات عندي بقى انا اول حاجه بدات بيها على طول المدرسه انا وصلت نسبه التنفيذ فيها 75%. 75% 28 فصل لغات. المدرسه دي هنا برضو في الاسكان في سكن مصر والاسكان المميز هي حلو. جايه في وسط المنطقه. حلو. عندي برضو مسجد بدات فيه تقريبا في مرحله الاساسات دلوقتي اهو. خلصت الاساسات وبدات في الاعمده. جميل. عندي برضو حضانه تقريبا وصلت فيها 70%. وعندي برضو مخبز خلص تقريبا وجاري تشغيله خلاص. وانا شايف الكنيسه وانا جاي كمان. طبعا الكنيسه في المدينه التراثيه طبعا. ده انت حضرتك سبقتني بخطوه كنت هقول لك تعالى شوف المكان اللي احنا فيه. لا احنا قاعدين فين بقى؟ شفت ولفيت انا. اقول بقى حضرتك احنا قاعدين فين؟ احنا قاعدين دلوقتي جنوب على طول المدينه الترفيهيه، المدينه التراثيه. التراثيه هيك التراثيه هنا قدامي على طول. انا الابراج هيك بالظبط هي بتحدني من البحر. انا عندي على طول هنا في الغرب عندي الاكاديميه كده في الجنوب بتاع الجامعه الاهليه كده الجامعه الاهليه بتاعت العالمين الجديد بالظبط كده. فانا كده وهنا الاسكان المميز بتاعنا. انا هنا كده في المركز بالظبط في القلب زي ما قلت لحضرتك احنا فعلا هنا حقيقي في القلب فرصه فعلا. احنا في القلب المدينه. الخدمات بتاعتي زي ما قلت لحضرتك انا اول حاجه اهتميت بيها الخدمات طرحت على طول واشتغلت فيها وبدات اجهز حتى الملعب خلاص في طور التشطيبات الاخير برضو نفس الموضوع. فانا لا اهتميت بكل الخدمات دي ما استنيتش الناس تسكن وتيجي تطالب بالخدمات. لا احنا خلاص اتعلمنا من القديم بقى خلاص احنا صح. خلاص بدانا دلوقتي ناخد حاجه متكامله. والرئيس برضو اكيد يعني حضرتك عارف ان الرئيس توجيهاته دايما ان المواطن اللي يجي يسكن عايز يسكن يستقر يجي يستقر بالظبط كده يلاقي حياه كريمه يلاقي حياه فعلا حياه كامله. دي حاجه محترمه جدا. باشمهندس محمد عبد الناصر انت نورتني وشرفتني واسعدتني وابهجتني وافدتني وشجعتني. اتمنى قريب تبقى هنا ان شاء الله ما يكون في اطفال واسر ان شاء الله هنا موجوده باذن الله. حقيقي باذن الله هنيجي تاني ونشوف الناس وهي ساكنه ان شاء الله باذن الله. نورتنا. حدوته العالمين الجديده حدوته حلوه وكبيره ومهمه ومفيده. تاني الحق العالمين يا عم ما تشتريش مني ومش هقول لك نصيحه لوجه الله انت حر.
ما ترجعش بعد كده تقول ما لحقناهاش في الرخص. خليكم معانا. طيب احنا لسه موجودين في نفس ذات المكان ولا زلنا مع حضراتكم في العالمين الجديده؟ ممكن انتوا شايفين الشغل ورايا، دي بقى حته من الحتت اللي هي ايه بتتخضر زي ما انتوا شايفين، وفرش النجيله والشغل شغال بمنتهى السرعه. ومعايا بقى ايه؟ الحاج رواج فايض، رئيس العمال، مشرف العمال. ازاي الحال؟ ازيك يا حاج؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ بقى لك هنا في المشروع قد ايه؟ بقالنا في المشروع انا من 2015. جيت هنا من اول خالص ولسه ما حدش كان عارف حاجه عن الموضوع. اما اول حاجه المرحله خدت ملك 28، المعره خدت ملك، احنا واخدين 14 والجمعيه واخده 14 للجمعيه. حلو قوي قوي قوي. بالك في سنه واحنا بننفذ ال 14 خدت بالك زي اللي بتوعنا اللي هم ال 28 فاخدنا 17 عماره تاني. حلو جدا، نفس النموذج ونفس الشيء. واحنا شغالين برضك في ال 17 خدنا ال 18 اللي هم دولة اللي هو اسكان مصر. جميل، قول لي هو يعني ايه مشرف على العمال؟ يعني بتعمل ايه يا حاج؟ لا هو طبيعي انا مش مشرف عام، يعني مشرف عام. مشرف عام يعني عندي صلاحيات كتيره. حلو قوي. سري يعني بنجيب بتوع محاره وحدادين ونجارين ونقاشين، جميع التخصصات يعني. وبالخبره الطويله بقى بتتابع كل حاجه وتراجع طبيعي. أنا من 87 من 87 87 كان مكتب وتمت شركة. حلو جدا 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 جدا. طب وإيه رأيك في الشغل هنا؟ يعني الشغل هنا حلو ماشي كويس، ماشي بسرعة ولا ماشي بالراحة؟ لا ماشي كويس، هو ماشي كويس. هو في شيء بتبقى فيه عقبات في حاجات معينة، يعني أنا على أساس نحتمد باب، نحتمد طبلون كهرباء، نحتمد سلك كهرباء، في مواصفات دي بتاخد وقت عشان المواصفات بتاعتها. عشان المواصفات بتاعتها، المواصفات هنا ما فيهاش هزار بقى، دي اللي تعطلنا. في حاجات طبعا مش مستدنة لنا، يعني كحكاية الأسانسيرات دي من الجهاز نفسه. جميل جميل جميل. أما كل الحاجات دي احنا كل اللي يعني اللي هو بنتأخر بتأخر عدم اعتماد حاجة، عشان اعتماد المواصفات دي أهم حاجة. أنت منين أصلا بقى حاج؟ البحيرة. فين في البحيرة؟ مركز ابو المطامير، يعني شمال التحرير. ابو المطامير كويس، شمال التحرير. عارف ابو المطامير كويس قوي، يعني شمال التحرير. اصدقاء وحباب كتير هناك، يعني شمال التحرير هنا بقى. طب هي نحرير شويه يعني خدت بال سيادتك. شمال التحرير ديت كان طبعا مصلحه، وتسيب البحيره بقى وتيجي على هنا. هي بنمشي ونيجي على طول، يعني كل اسبوع بنروح ونيجي احنا مع الشغل. يعني مثلا ناخذ خميس وجمعه، ويعني بالنسبه للاجازات بالنسبه لنا انا طبعا لي بتاع شوف بقى من 87 لغايه دلوقتي 5 سنين، يعني فتره طويله. انت بقى في سماح يعني تنقل هنا بقى حق انت والعيله بقى؟ لا المربجه التال بقى. نيجوا من السياحه هنا ونيجوا تيجي هنا شويه شغل شويه فسحه. كملوا برضك بقيت ان شاء الله انت ما في عمر نكملوا بقيت العالمين الحاجات اللي باذن الله. باذن الله حق. باذن الله. والله نورتنا وشرفتنا يا رب.